أهلا بكم يا أصدقاء، إحنا دلوقتي في العيد العبري أيلول، ده الشهر السابع. إحنا ده وقت تكريس، وأنا جوايا أني أقرأ لكم عدد من أشعياء 35:10. الآية بتقول: ومفديون الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد. اللغة دي لغة شعرية، فبتقول مفديون الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد. ده وعد ورجاء لينا في الوقت ده، لأنه في العالم كله الوقت صعب جدا، لكن عايزين نتمسك بوعد الرجاء ده، أن الرب لي أمر عظيم لينا. وأنا كنت بفكر في كلمة صهيون، وهي في اللغة العبرية بتقول زيون، وهي معناها أورشليم، لكن هي كمان بتعني بتحمل من معنى خطة الله لأورشليم في آخر الأيام. هو وعد الله لسكنة والملكوت السماوات. هي صهيون كلمة أصلا معناها أن الرب أعد علامة في صهيون، أنه هو مكمل وعده، والرب بيقيم أمره على الأرض في صهيون الأرضية، هو كمان بيعدنا لصهيون السماوية. فإحنا بنعد قلوبنا جوه داخلنا، بنعد في قلبنا الطريق ده، وإحنا بنيجي بتشوق وعبادة للرب. وأنا بصلي لكل حد وإحنا ماشيين مع بعض في الروح أن نتقدم في مشيئة الله لأجل حياتنا.